حصاد الأسبوع من شبكة أورومية الإعلامية OMN. سلام الله عليكم. أكثر من 30,000 نازح في أثيوبيا جراء العنف الإثني في جنوب وشرق وغرب البلاد خلال الأسابيع الماضية، وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من استمرار العنف الإثني والديني في الإقليم الصومالي وإقليم أورومية بالرغم من الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء الحالي، كما تطالب الحكومة بالمزيد من الاهتمام بهذه الجرائم والتحقيق في الأحداث وتقديم المتورطين للعدالة، والمزيد في هذا التقرير. قتل 40 شخصا على الأقل نهاية الأسبوع الماضي في أحدث موجة عنف بين الصوماليين والأوروميين في أثيوبيا، ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فإن المتحدث باسم منطقة أورومية في أثيوبيا نيجيري لينجو قال أن 40 شخصا على الأقل قتلوا على يد قوات شبه عسكرية من المنطقة الصومالية شنت هجوما على هررجي في منطقة أورومية. وأضاف المتحدث: لا نعرف لماذا داهمت شرطة ليو المناطق يومي السبت والأحد الماضيين، لكننا نعرف أن جميع الضحايا من عرقية الأورومو. وكانت الحكومة الأثيوبية أعلنت مؤخرا أنها أرسلت قواتها إلى المناطق التي شهدت مواجهات بين الصوماليين والأوروميين للسيطرة على الوضع. ويمثل العنف بين القوميات أكبر تحدي يواجه رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد الذي تولى منصبه في إبريل الماضي. وفي المسعى ذاته قتل شخص وجرح 2 آخرين في مئيسو في أورومية، كما قتل شخص آخر وأصيب 18 آخرين بجروح في معسكر للنازحين من الأقليم الصومالي في مدينة أداما بإقليم أورومية. وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من استمرار العنف الإثني والديني في الإقليم الصومالي وإقليم أورومية بالرغم من الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء الحالي، وتطالب حكومة أثيوبيا بمزيد من الاهتمام بهذه الجرائم والتحقيق في الأحداث وتقديم المتورطين للعدالة. أعلن جهاز الاستخبارات الأثيوبي عن ضبط أسلحة دخلت إلى البلاد عبر التهريب من دولة السودان وبطريقة غير قانونية بهدف تصعيد الصراعات والنزاعات. وأوضح الجهاز أن الأسلحة المضبوطة عبارة عن بندقية كلاشكوف و1051 مسدسا و37,000 رصاصة، رافضا الإعلان عن موعد وملابسات ضبطها. ولم يوجه الجهاز أي اتهامات بأي جهات أو دولة معينة بإدخال تلك الأسلحة للبلاد، داعيا إلى تعزيز الجهود التي تبذل للحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. انتهاء أعمال مؤتمر السلام والمحبة والوحدة للعلماء المسلمين في أثيوبيا الذي عقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي في العاصمة فنفني أديس أبابا، وهدفها تعزيز العلاقة والمحبة والوحدة بين المجتمع الإسلامي الأثيوبي. وقد افتتح المنبر بقراءة آيات من القرآن الكريم والدعاء لشمل المسلمين ووحدتهم والمحبة فيما بينهم. وقال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي الشيخ محمد أمين جمال في كلمة ألقاها أمام العلماء والدعاة الذين جاءوا من مختلف الأقاليم، إن الإصلاحات الجارية في البلاد قد لعبت دورا هاما في توطيد العلاقات والمحبة والوحدة بين المجتمع الإسلامي في أثيوبيا. وذكر أنه ليس هناك من لا يفهم أن السلام أفضل من كل شيء، وأن فقدان السلام يأتي بانهيار البلاد. وأضاف أن هذا المؤتمر يعزز العلاقة فيما بيننا، مشيرا إلى أن تجديد القيادة يزيد الوحدة والعدالة والتنمية في البلاد، وأن العلماء ورثة الأنبياء ويجب عليهم تعليم الأمة بوحدة المسلمين وعدم التفرق بالقبائل وغيرها. وقال إن أثيوبيا معروفة بالتعايش السلمي بين مختلف الأديان والقوميات في أثيوبيا. وأدان الشيخ محمد أمين بهذه المناسبة الأعمال الإجرامية التي حدثت في وسط المسيرة السلمية لتأييد إصلاحات رئيس الوزراء التي نفذها خلال 3 أشهر الماضية بعد توليه منصب الرئاسة. ودعا رئيس المجلس كل المواطنين إلى المشاركة في إعادة السلام في البلاد،
وقال الشيخ الفاضل علي مصطفى أمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي الفيدرالي الأثيوبي لمراسلي صحيفة العالم إن هدف المؤتمر هو توحيد رأي صفوف المسلمين عبر السنة والكتاب والعلماء. وقال الشيخ الفاضل أن رئيس الوزراء يبذل قصارى جهده لتوحيد آراء المسلمين لأجل تقوية السلام وتنمية والدين الإسلامي في البلاد. وقدم في هذا المنبر الكاتب والباحث الإسلامي حسن تاجو ورقة بحث ركزت حول أهمية السلام والاستقرار بعنوان دور العلماء في إحلال السلام والاستقرار في عموم البلاد. ومن جانبه قال مفتي أثيوبيا الحاج عمر إنه يجب علينا دعوة المسلمين إلى الطريق الصحيح. وقال أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما أن المسلم كجسد واحد اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأوضح بعض المشاركين في هذا المنبر قائلا بأن عقد هذا المنبر يعتبر خطوة إيجابية لحل الخلافات التي كانت بين المجتمع الإسلامي في أثيوبيا، مشيرين إلى أن المحبة والوحدة يساعد الخروج من الأزمة التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي لسنوات عديدة. والجدير بالذكر قد تم تشكيل اللجنة المشتركة التي تضم 9 أعضاء من العلماء والخبراء في مكتب رئيس الوزراء لحل الخلافات بين المجتمع الإسلامي، وأسماء اللجنة على النحو التالي: الحاج محمد أمين، أستاذ أبو بكر أحمد، أستاذ أحمد دين جبل، أستاذ كامل شمسو، البروفيسور محمد حبيب، البروفيسور المساعد إدريس محمد، الحاج محمد جمال، مفتي الحاج عمر، والشيخ خضر حسين. وقال أستاذ أبو بكر أحمد إن اجتماعنا في هذا المنبر جاء بعد مشاورتنا في مكتب رئيس الوزراء واختيارنا كلجنة مشتركة لإصلاح المجلس والعمل لما يصلح للمجتمع الإسلامي. وأشار إلى وضع الخطة المستقبلية وتنفيذ المسؤولية التي على عاتق المسؤولين وترك التفرق والاتحاد والتعاون فيما بيننا والمشي على الطريق الصحيح والاحترام فيما بيننا. كما استقبل رئيس الوزراء أبي أحمد الأربعاء الماضي أعضاء من اللجنة المختصة لحل مشاكل مسلمي أثيوبيا وممثلين من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وفقا لمدير مكتب رئيس الوزراء فيتسوم أريجا، إلى أن الجانبان اتفقا لحل قضاياهما وفقا للقيم الإسلامية. ووعد رئيس الوزراء في هذا الاجتماع بدراسة جميع مشاكل مسلمي أثيوبيا مع إدارة المجلس الأعلى للشؤون المسلمين في أثيوبيا. ويشار إلى أن اللجنة المختصة لحل مشاكل مسلمي أثيوبيا قضوا سنوات من السجن والتعذيب بتهم موجهة إليهم لتأسيس دولة إسلامية. ويعمل هذا المجلس المختص بدراسة جميع مشاكل مسلمي أثيوبيا وكيف تحل الخلافات بين المجتمع الإسلامي وكيف يكون المجلس الأعلى. عودة السلطان العفاري حنفري علي مرح الأسبوع الماضي بعد أعوام من الغياب عن البلاد في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب تفاهمات مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد خلال زيارته لأمريكا الأسبوع الماضي. ويرافق السلطان حنفري كل من رئيس حزب الشعب العفاري ورئيس جبهة التحرير العفارية بالإضافة إلى شقيقه عمر، وكان في استقبالهم في مطار بولي الدولي بأديس أبابا فنفني حاكم إقليم العفر وقيادات فيدرالية وجمع من المواطنين. تم تعيين وزير الإعلام في الحكومة الأثيوبية الاتحادية أحمد شيدي رئيسا للحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم في الإدارة الصومالية في أثيوبيا الذي كان يتزعمه رئيس الإدارة المستقيل عبدي محمود، بعد اجتماعات عقدت في العاصمة الأثيوبية فنفني شارك فيها سياسيون وأعضاء في اللجنة المركزية للحزب. وجاء تعيين الرئيس الجديد للحزب بعد اضطرابات شهدتها جيجيكا عاصمة الإدارة الصومالية في أثيوبيا وغيرها من المدن في الإدارة. ويواجه الحكومة الأثيوبية الاتحادية بزعامة دكتور أبي أحمد تحديات من بينها إعادة الوضع الطبيعي إلى الإدارة الصومالية وحل الصراع الدائر بين القوميتين الصومالية والأورومية في أثيوبيا. وفي المسعى ذاته أكد رئيس الوزراء أبي أحمد على أن الحالة الأمنية في المنطقة الصومالية في أثيوبيا ستحل عن طريق المشاورات السلمية. وجاءت في تصريحاته الأخيرة بعد أن قام بزيارة إلى رئيس الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية وفقا لرئيس الأركان فيتسوم أريجا. قال رئيس الوزراء أبي أن الوضع تحت السيطرة وسيتم حل المشكلة من خلال المشاورات السلمية، وحث الجمهور على مواصلة حياتهم اليومية دون صرف الانتباه إلى الأكاذيب والقصص الملفقة. وكانت أعمال العنف التي شهدتها جيجيكا عاصمة المنطقة الصومالية في أثيوبيا أدت إلى استقالة رئيسها عبدي محمد عمر، وتواصل الحكومة الأثيوبية جهودها لحل الاضطرابات الأخيرة في تلك المنطقة
من خلال مشاورات مع السياسيين وشيوخ القبائل المنحدرين من الإدارة الصومالية في أثيوبيا. أعلنت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين المعارضة للحكومة الأثيوبية وقفا لإطلاق النار، وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أن إطلاق النار سيكون سريع المفعول ابتداء من الأحد الماضي الموافق 12 أغسطس آب 2018، استجابة لنداء السلام لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد والخطوات التي اتخذتها حكومته لوضع الأسس لبدء مفاوضات سلمية. وأوضح الناطق باسم الجبهة عبد القادر حسن هرموجي عداني في مقابلة مع إذاعة بي بي سي أن وقف إطلاق النار يصب في مصلحة سكان الإدارة الصومالية في أثيوبيا. وأضاف الناطق بأن الجبهة مستعدة للجلوس إلى مائدة المفاوضات مع الحكومة الأثيوبية للبحث عن حل سلمي للقضية التي ناضلوا من أجلها زمنا طويلا. كما أفادت الأنباء الواردة من العاصمة الأثيوبية فنفني أديس أبابا وصول الناطق باسم الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين عبد القادر حسن هرموجي إلى المدينة. وأضافت الأنباء أن مئات من سكان الإدارة الصومالية في أثيوبيا ومسؤولين أثيوبيين رحبوا به في مطار بولي في أديس أبابا، وجاء وصول الناطق باسم الجبهة إلى أديس أبابا بعد ساعات من إعلانها وقف إطلاق النار من طرف واحد بعد صراع مسلح طويل مع الحكومات الأثيوبية. وأشارت مصادر إلى أن هرموجي يمهد الطريق لمسؤولي كبار في الجبهة التي أبدت استعدادها لبدء تفاوض مع الحكومة الأثيوبية بعد التغيير الذي شهدته أثيوبيا إثر وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة إبريل الماضي، حيث تم شطب اسم الجبهة وغيرها من المنظمات من قائمة التنظيمات الأرهابية في أثيوبيا. وأعلنت مصادر دبلوماسية وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، وكان عنان يبلغ من العمر 80 سنة وقد أصبح سابع أمينا عام للأمم المتحدة. ووصفت مؤسسة كوفي عنان الراحل في بيان أعلنته في وفاته بأنه كان رجل دولة عالميا ملتزما بالقضايا الدولية من أجل عالم أكثر عدلا وسلما. وترأس عنان الهيئة الدولية من عام 1997 إلى 2006، وشغل لاحقا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ليقود الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للصراع. والمزيد في هذا التقرير. أعلنت مؤسسة كوفي عنان السبت وفاة عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر يناهز 80 عاما. وقال مصدران مقربان من عنان الذي يحمل الجنسية الغانية إنه توفي في مستشفى بيرن بسويسرا في الساعة الأولى من صباح اليوم. وقالت المؤسسة في بيان أن زوجة عنان ناني وأبنائهم الثلاثة كانوا بجواره في الأيام الأخيرة. وجاء في بيان المؤسسة أن عنان ناضل خلال حياته بأكملها من أجل عالم أكثر عدلا وسلما. وولد عنان في غانا في 8 إبريل/نيسان عام 1939، وقضى سيرته المهنية بالكامل تقريبا لدى الأمم المتحدة. وفي عام 1997 حل عنان بمقترح من الولايات المتحدة محل المصري بطرس غالي في إعادة الانتخاب على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ليصبح بذلك أول رجل من أفريقيا جنوب الصحراء يتولى هذا المنصب. ويذكر أن عنان تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة بعد أن شغل قبل ذلك منصب وكيلا للأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام، فتسلم المنصب ليضيف ثروة من الخبرة والخبرة الفنية التي اكتسبها طوال ما ينوف عن 30 عاما من الخدمة في المنظمة العالمية وفقا للأمم المتحدة. وهو يتحدث الإنجليزية والفرنسية وعدة لغات أفريقية بطلاقة. عينته الجمعية العامة في 17 كانون الأول ديسمبر لشغل هذا المنصب لفترة من 1 كانون الثاني يناير عام 1997 إلى 31 كانون الأول ديسمبر عام 2001. وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن عنان شغل مناصب متنوعة في الأمم المتحدة، فهي لا تركز على مسائل التنظيم الإدارة والميزانية والمالية وشؤون المنظفين فحسب، وإنما تشمل أيضا قضايا اللاجئين وحفظ السلام. كما اطلع بعدد من المهام الدبلوماسية الحساسة شملت التفاوض من أجل عودة أكثر من 900 من الموظفين الدوليين إلى أوطانهم، وإطلاق سراح الرهائن الغربيين في العراق
عقب غزو ذلك البلاد للكويت في عام 1990، وبدأ المناقشات بشأن صيغة النفط مقابل الغذاء للتخفيف من الأزمة الإنسانية في العراق والإشراف على عملية الانتقال من قوة الأمم المتحدة للحماية في يوغوسلافيا السابقة إلى قوة التنفيذ الدولية بقيادة منظمة حلف الشمال الأطلسي عقب إبرام اتفاق دايتون للسلام في عام 1995. وبالفعل خسارة فادحة لرجل السلام، وسوف يفتقد العالم حكمته ورؤيته. ونحن هنا في شبكة أورومية الإعلامية OMN نقدم تعازينا لعائلته وللعالم أجمع، ونتمنى أن ترقد روحه بسلام. نهاية الحصاد، إلى اللقاء.